فرقم مخيف جدا. معنا المحامي والقاضي السابق الأستاذ الخميسي عتمنية عبر الهاتف. أستاذ عتمنية مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير سيدي الفاضل، شكرا. طيب، محكمة المسيلة تدين سائق الحافلة، يبدو بأن تحقيقا تم في هذا الإطار، ومعلومات قالت بأن السائق يتحمل جزء من المسؤولية، 5 سنوات سجنا نافدا. هل يمكن القول أستاذ عتمنية بأننا بدأنا في مرحلة جديدة من التعامل مع حوادث المرور والمتسببين فيها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أولا أستاذ قادة ومن خلال كل مشاهدي القناة. حقيقة ما شهدته طرقات الجزائر في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة شيء مؤلم بصورة كبيرة، باش يعني صح التعبير، لأنه مجازر فعلا عرفتها طرقاتنا، وين يموتوا فيها عدد كبير من الأشخاص، شباب، طلبة، أطفال صغار، عجل، شيوخ. يعني أصبح الطريق لما نتكلم على 2000 وفاة في السنة، معناها هي حصيلة حرب، يعني صحيح. تقريبا نعم، أصبحت الطرقات أصبحت تمثل بالنسبة لنا مآسة. يعني كل يوم نسمع على حوادث المرور المميتة، عائلات تروح ضحايا. القانون فعلا هو من ناحية القانونية كما أشرت أن القانون يتعامل مع هذا النوع من الجرائم على أنها جرائم خطأ في الحقيقة، ليس جرائم عمدية. والأساس في التجريم في أصوله في كل الأنظمة القانونية يأخذ بعين الاعتبار العمدية في السلوك المجرد، إلا في حوادث المرور يعتبرها من قبيل جرائم الخطأ، ولكن جرائم الخطأ هي تنتج عن أفعال عمدية، عن رعونة، عن عدم احتياط، عن عدم انتباه، عدم احترام اللوائح، عدم احترام السرعة المحددة. كل هذه عوامل أو سلوكات يقوم بها الشخص اللي يرتكب حادث المرور عن عمد، ما يقومش بها عن خطأ، وبالتالي نتيجتها ماذا تكون في النهاية؟ نتيجتها تكون أشخاص تموت وأشخاص تجرح ومآسي في وسائل النقل. أستاذ عتمنية، حتى مسألة الفاعل عادة ما يدعي على أنه لم تكن لديه النية للقتل، صحيح. لم تكن لديه النية للجرح، ولكن هذه جات أثر نتيجة عدم احترامك. مثلا عندما يكون عندك قانون يحتم عليك فترات للراحة ويعني عدم إطالة الاستيقاظ، أنه مثلا سائقي الحافلات أو الشاحنات أو غيرها تحديدا، لأنه كان هنالك قوانين في هذا السياق وأنت لا تلتزم، يعني هنا ما راكش تكلف جسدك فقط ولا حياتك للخطر، وإنما تكلف الآخرين أيضا، وبالتالي أنت تتحمل المسؤولية. هذا هكذا. نعم، هو عدم احترام اللوائح والقوانين وإشارات المرور المتمثلة في السرعة وغيرها من الإجراءات الوقائية والأمنية، سواء ما تعلق بالراحة أو ما تعلق بطبيعة المركبة أو ما تعلق باستعمالك للطريق، هو يعرض حياة الآخرين للخطر، مش حياتك فقط. هي سلوكات عمدية تقوم بها، الأثار تاعها وخيمة على المجتمع، على الأسر، لما نلقى عائلة كاملة ولا مجموعة تاع طلبة تموت، شباب في ريعان شبابهم يموتوا بسبب رعونة شخص في الطريق. أنا أقول أنه قانون العقوبات صحيح أنه يتعامل كما كل أنظمة يعتبرها من قبل جرائم الخطأ، ولكن حان الأوان أنه نعيد النظر حتى في النصوص اللي تعاقب، لأنه الآن عندنا حتى القتل الخطأ في جرائم حوادث المرور تعتبر جنحة بسيطة والعقوبة نتاعها تكون الحبس فقط. لما لا نذهب إلى أبعد من ذلك، تقرير عقوبات رادعة، لأنه العقوبات الموجودة أولا لم تفعل من طرف القضاء، لأن ينظر حتى هو من منظور جرائم الخطأ، ولكن حان الأوان لتفعيل هذه النصوص وتفعيل العقوبات الردعية، لأنه العقوبة إذا كان ما حققتش النتيجة تاعها اللي هي الردع ما عادتش تصبح غير مجدية، وجب إعادة النظر فيها حتى من جانب التشديد في العقوبات. هو يمكن القول بأنه ما العقوبات إشارة مرور ما يحترمش السرعة يؤدي إلى وفاة 9 أشخاص، كيف أني نعاقبه بجنحة؟ هذا المفروض أننا نمشي إلى بعد من ذلك. هو العقوبات يبدو بأنها أتت بنتائجها، صحيح الحوادث ما تزال مرعبة وكاين حصائل، يعني حصيلة ثقيلة في بعض الحوادث،
تصل الى مثل حادث المسيله 9 قتلى ربي يرحمهم. بصح يبدو بان الرقم ان الجزائر في مرحله كانت تعد 4000 قتيل للاسف، الان 2000 قتيل، هي حصيله ثقيله مخيفه مرعبه. بصح يبدو بان القوانين استطاعت ان تقلل على الاقل من هذه الحصيله. نعم، هو تفعيل العقوبات المقرره بموجب النصوص القانونيه اكيد تفعيلها بشكل جدي وتدخل سريع من طرف القضاء لتفعيل النصوص كامله سيؤدي حتما الى انه الشخص يفكر ماليا قبل انه يمشي في الطريق دون احترام اللوائح او دون احترام السرعة المحددة. سيجعل من الشخص يرد على ما نسمع اليوم حكم نتاع المسيله بخمس سنوات، هذا سيكون درس لكل سائق يمشي في الطريق وما يحترمش اشارات المرور. هذا راح يكون سابقه باش الناس تعود تفكر بجديه في انه الطريق هذا مش ملك، ملك للشخص، الطريق هو ملك للعامه اللي يستعملوه، وبالتالي الحفاظ على الارواح والحفاظ على الاشخاص مهمته هو كسائق، لانه لما يدخل الطريق العمومي هو يشارك الاخرين في هذا الطريق، يجب عليه ان يحترم قانون المرور من اجل باش يحمي هؤلاء هذه الارواح، لانه أستاذ. اي شخص يسقط في الطريق هو خساره، اي شخص يسقط في الطريق بسبب رعونه هو مهدد في حياته. هذا اللي ادى اليوم خمس سنوات حبسا اكيد انه لا ينام الليل تصوري بسبب الضحايا اللي كانوا معاه في الحافله ربي يرحمهم، وهو ربي يسامحه ويهديه طبعا، ولكن اليوم يعاقب بخمس سنوات حبسا، هذا حكم قضائي. يعطيك الصحة أستاذ الخميسية تمنية. شكرا، لو سمحت فقط أستاذ قادة إذا ممكن أن أضيف نقطة صغيرة فقط. تفضل. هو لما نتكلم حتى نكون موضوعيين، عندما نتكلم على حوادث المرور جزء كبير منها يقع عبء على السائق، ولكن أعتقد أن هناك أيضا أسباب أخرى تساهم في حوادث المرور، نتمنى أن تستدرك مثل هذه المؤهلات الغير شرعية. صحيح. أيضا وجب أن يتم التدخل بشأنها، أيضا وضعيات بعض الطرقات لربما تساهم أيضا في حوادث المرور. كل هذه الأشياء عندما يتم إعادة النظر فيها والتدخل بشأنها أعتقد أنها ستأتي أكلها وستحد بشكل كبير. شكرا لك أستاذ خميس، يعطيك الصحة أستاذ. شكرا.